الذي ذهب به الوفد هو ملزم بما قرره الشعب العراقي برلمانيا دستوريا وأيضا الإرادة الشعبية وأيضا القرار الحكومي الذي هو ضمن برنامج حكومي اتفقت عليه كل القوى السياسية التي شكلت الحكومة والتي هي اليوم تشكل البرلمان العراقي. فبالتالي هي إرادة شعبية وأيضا إرادة رسمية تريد الانسحاب الأمريكي من العراق وتحويل نمط هذه العلاقة إلى علاقة تعاون بصفة استشارة بصفة تدريب، وهذا تحدده الحكومة العراقية حسب احتياجاتها. لكن ما يتفق عليه الجميع أنه تواجد عسكري احتلالي واستباحة لسيادة العراق من خلال طيران بشكل يومي ومستمر، هذا الأمر مرفوض بشكل قاطع.